اسمحوا لي أولا أن أرحب بكم في هذه المناسبة الجميلة. أنا شخصيا للمرة الأولى أرى هذه الرائحة الجميلة وكل هذه الورود في القاعة. أنا أحضر في هذه القاعة منذ أن كنت أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة، أي منذ أن تأسس هذا المبنى وأنشئ، وأنا الذي أنشأته. وأعترف بأنني لم أشعر ولم أشم هذه الرائحة الجميلة ولم أرى هذه الورود ولم أرى هذه الوجوه الجميلة إلا اليوم. فأولا مرحبا بكم جميعا، والشكر لابد أن يذهب فورا إلى الشيخة مي الخليفة، لأنه لولاها ما كانت هذه الورود وما كانت هذه الرائحة الجميلة. وهذا معناه أنها حيث توجد الروائح الجميلة والورود التي هي رمز للجمال والفن، الذي تعمل هذه السيدة بكل ما في وسعها على أن تجسده وتحققه في كل مكان تمضي إليه. أنا شخصيا دعيت إلى المركز الثقافي الذي أنشأته في البداية، وهذا منذ سنوات بعيدة، أكثر من 10 سنوات، لألقي محاضرة، وأفاجأ اليوم بأن هذا المركز قد تحول إلى 20 مبنى، وكل هذا بإصرار هذه السيدة الجميلة العظيمة القوية، التي إذا أصرت على أن تفعل شيئا فإنها تفعله، وقد فعلت الكثير للثقافة البحرينية ومن ثم للثقافة العربية. لأن أنا شخصيا لا أعرف ثقافة تنسب إلى بلد عربي دون أن تنسب إلى بقية الأقطار العربية. فنحن عندما نتحدث عن ثقافة البحرين نتحدث عن الثقافة العربية من خلالها وبها. ولحسن الحظ الشيخة مي خليفة تعرف هذا كل المعرفة، ولا أدل على ذلك من أن هذا المركز الذي ذهبت محاضرا إليه كنت ضمن سياق من كوكبة كبيرة من المثقفين العرب والمبدعين العرب الذين ذهبوا ولا يزالوا يذهبون إلى البحرين، لأن البحرين بفضلها تحولت إلى أكثر مما كانت عليه مساحة حرة لكل الأصوات الثقافية والإبداعية العربية، وهذا شيء جميل جدا. أنا شخصيا تربطني بالبحرين علاقة وثيقة، أولا بوصفي مصريا ينتمي إلى حضارة عريقة، وكنت أشعر أن البحرين بلد ذات حضارة عربية وقبل عربية عريقة. البحرين تنتسب إلى حضارة دلمون القديمة، وأنا أعرفها جيدا وأعرف مدى عراقتها في التاريخ، ولهذا كنت أشعر دائما فيها بالاجتماع الخلاق لما يسمى بالأصالة والمعاصرة. ولهذا كنت ولا أزال أحب البحرين وأحترم أهله، وكنت أرى أنهم يتمتعون بميزات حضارية وثقافية لا نزال نعتز بها كل الاعتزاز. فاسمحوا لي باسم المثقفين المصريين وباسم الثقافة المصرية أن أرحب بوزير الثقافة البحرين، التي هي مكسب للمرأة العربية أولا وللثقافة العربية ثانيا، ولوجود المثقف ضمن السلطة الثقافية للدولة وغير الثقافية ثانيا، وأنا أعلم عنها الإصرار، وهذا ما يجعلنا كمثقفين نحبه، وأنها لا تأبه كثيرا ولا حتى قليلا بكل الأصوات الرجعية التي تحاول أن توقف حركة التقدم. المشكلة الحقيقية في مجتمعاتنا التقليدية أننا ننطوي نحن المثقفين على رؤى خلاقة، نحن نريد أن نبني مجتمعا مفتوحا على العالم كله وعلى بكل ما يموج به العالم من تيارات فكرية وإبداعية تنظر إلى الأمام وتحلم بالمستقبل، ولكننا للأسف في خلال ذلك نفاجأ بمن يريد أن يقيدنا بسلاسل من حديد صدئ إلى ماض أكثر صدأ وإلى عصور من الجهالة يريدون أن يعيدونها في الحضر.
الشيخة مي الخليفة تصدت إلى مثل هؤلاء في بلدها ونجحت، ونحن نسعى لكي نكرر نفس التجربة. طبعا التحديات المصرية أصعب بكثير جدا، لأننا أمام مجموعة من الغيلان المتوحشة، ولكن نحن بثقافتنا العريقة وبميراثنا العريق سوف نستطيع أن ننتصر عليهم باستمرار. اسمحوا لي أن أرحب بالشيخة مي محاربة صلبة في معركة التنوير والتقدم، واسمحوا لي أن أرحب بكل من معها وبالثقافة البحرينية بشكل عام، فهي هنا في مصر في محل القلب الذي يحب هذه الثقافة ويرى أنها ثقافة تنتسب معه إلى وحدة العروبة الصلبة التي لن تنكسر بإذن الله. نحن ننتسب إلى ثقافة عربية نريد أن نجعلها باستمرار ثقافة عربية تقدمية تتطلع إلى الأمام ولا تنظر إلى الخلف، لأنها لو نظرت إلى الخلف سوف تتحول إلى حجر ممسوخ كريه الشكل. ولهذا فلا مفر ولا مناص ولا تردد إلا أن ننظر إلى الأمام باستمرار. واسمحوا لي أن أقدم إليكم هذه السيدة التي علمتنا وتتعلم معنا كيف ننظر إلى الأمام باستمرار. تفضلي سيدتي.